إنسان يسأل وكل إنسان يريد أن يعرف المجهول وهو يبحث عن معرفة المجهول، لأن النفوس فترت على أن تمزق المجهول ليكون معلوما، فهو يبحث على الهداية، وليس هناك إنسان لا يبحث على الهداية، ولكن هناك من يجد هدايته في مرجعيات فكرية ضيقة أو مرجعيات قيمية لا تؤسس للقيم وإنما تؤسس للدمار، ولكن الحديث يقول لنا وأن هدايتكم هي في مراد الله، وطلب الهداية لن يكون إلا من الله. هذا الخطاب الذي سيكون حجة على المؤمنين يوم القيامة بين يدي ربهم، لماذا لم تسترشدوا وتطلبوا الهداية من الله؟ لماذا تسترشدوا بقيم هي ليست من قيم مراد الله، وليست من قيم تأسيس رسول الله، ليست من أخلاق النبوة، وإنما هي من أخلاق قوم غضب الله عليهم فدمرهم فجعل عاليها أسفلها. هناك من الناس من يريد أن يسترشد على اعتبار تحقيق كينونته الإنسانية في الانحراف عن قيم ومراد الله ومراد رسوله، ويعبر عن ذلك تعبيرا وكأنها مسألة تتعلق بالحرية الشخصية، وهذا ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلال القيم في الأمة المحمدية. تختل القيم، وإذا اختلت القيم وتكاثر اختلال القيم سيختل بعد ذلك نظام الوجود حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في حديث طويل: كيف أنتم إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ هل سيكون انقلاب القيم في الأمة المحمدية؟ استغراب من الصحابة، لأنهم لا يتوقعون وأن الأمة ستنحرف عن مسارها وعن نهج رسول الله. قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون، كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني تتحول القناعات الشخصية في اختلال القيم إلى الدعوة إلى هذا الاختلال، وإلى النضال من أجل هذا الاختلال، ودعوة من أجل تمزيق وحدة الأمة، وهذه الدعوة من أجل تذرير الأمة، وهذه الدعوة حتى تنشغل الأمة بالحديث عن المسلمات المفروض أن لا ينشغل العقل بالحديث فيها على اعتبار وأنها قواطع الدين، وأنها معلوم من الدين بالضرورة، وأنها مسلمات مأخوذة من النص القطعي من القرآن ومن السنة النبوية، حتى لا ينشغل العقل الإسلامي بالحديث عن الحضارة التي تؤسس لإنسانية الإنسان، حتى لا نتحدث عن نظام شمولي كلي للإسلام، ننشغل بالحديث في جزئيات المفروض ألا نتحدث فيها على اعتبار وأنها قطعيات وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا من أجل تشتيت جهد الأمة، ومن أجل إتعاب الأمة، ومن أجل تحويل وجهتها، حتى لا نتحدث عن قضايا جوهرية تمس مصلحة الأمة، وإنما نتحدث عن قضايا جانبية فنجر إليها جرا ونحن مكرهين على اعتبار وأنها مواضيع تشل حركة الفعل الإسلامي في الحياة. ما تخليش يتقدم ويسير من أجل التأسيس والبناء ومن أجل صياغة هذا المجتمع وفق قيمنا الإسلامية التي بأجلها نسترشد الهداية ونعيش السعادة في دار الدنيا والآخرة. يا عبادي كلكم ضال، ألا يسمع المسلم الذي يقرأ القرآن ويقرأ حديث رسول الله خطاب الله إليه؟ بل يصم آذانه حتى لا يسمع خطاب الله، بل إذا استدللت ودللت بخطاب الله يقول لك: يا فلان، أنت تتكلم بحديث تريد من خلال ذلك الحديث أن تخرجني عن دائرة الإسلام. هكذا يريد أن يرميك في قفص الاتهام،
ونحن نريد أن نذكر الأمة لأننا نريد لها الخير في الدنيا والآخرة، نريد لأمتنا أن تسعد، نريد للعلاقات التي تربط أفراد أمتنا أن تكون علاقات مبنية على القيم، ليست علاقات مبنية على الشذوذ، وليست علاقات مبنية على الانحراف، حتى أصبح الإنسان يستحي أن يتحدث في مواضيع لا يجب له الحديث فيها، إلا أننا نجر في أن نتحدث عن زنا المحارم ونتحدث عن المثلية، هذا نجر إليه جراً ونحن مكرهين، لأن على المسلم أن يكون له مقال في كل المواضيع، حتى نذكر الناس بواجبها نحو ربها، وحتى لا ينزل علينا مقت الله وغضبه، لأن مقت الله إذا نزل على الأمة خابت وخسرت، وخسرت الدنيا والآخرة. ونسأل الله السلام من أن لا تصيبنا الزلازل ولا البراكين، وأن لا تصيبنا الفتن، وأن لا يصيبنا القتل فيما بيننا، وما نراه في أمتنا من سيل الدماء إلا نتيجة ابتعادنا عن منهج الله، ونتيجة تمردنا لمنهج الله، فأصابنا الله وجعل بأسنا بيننا شديد، يقتل المسلم المسلم بحيث لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، حتى أصبحنا كالدمى المتحركة تحركنا خيوط خفية تحاك في مطابخ الأفكار الإسرائيلية، ونحن نتحرك ولا نعلم ولا نعرف هذا المحرك الذي يريد أن يجر أمتنا إلى فتن لا يعلم حدها إلا الله. اللهم حصن أمتنا من كل سوء، اللهم احفظ أمتنا من كل سوء، اللهم أنزل على هذه الأمة كل دواء يخرجها من كل بلاء يا رب العالمين. اللهم اهدي أفراد أمتنا إلى سبيل الرشاد يا رب العالمين. ونشهد الله على أننا لا نريد إلا الخير لهذا الوطن وكل أوطان المسلمين، والله على ذلك شهيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يواصل الحديث القدسي ليقول لنا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. نحن اليوم نشكو الخصاصة، ونحن اليوم نشكو الفقر، ونشكو الاحتياج، ولذلك كل الناس تحتج من أجل تغيير وضعها الاجتماعي، ولكن هل هناك من توجه إلى الله ليطعمه؟ هل توجهت أمتنا إلى ربها ليزيل عنها الغلاء؟ هل توجهت أمتنا إلى الرب الرازق الذي لا تنفد خزائنه من أجل أن نطعم ولا نجوع، من أجل أن لا نجد بيننا فقير يتلظى من الجوع، من أجل أن لا نجد من يمد يده يسأل الناس أعطوه أو منعوه؟ والله لن يكون لنا رخاء إلا بالرجوع إلى الله، وإلا سلط الله علينا الدنيا نركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولا يكون إلا ما كتبه الله لنا. يا عبادي كلكم جائع، ولذلك نسأل الله سبحانه حتى على ملح بيتنا، حتى كي تفقد عندك الملح في بيتك اسأل الله أن يوفر لك ذلك، فإذا سألت الله أن يوفر لك ذلك سيعطيك الله. والله بالأمس تحدثني فتاة وهي تعاني بعض المشكلات النفسية، ومن ضمنها المشكلات النفسية تحت تأثير فقر مدقع من خلال حادثة الطلاق التي وقعت بين أبيها وأمها، فحدثتني قالت: أردت أن أخرج إلى شأن من شؤوني ولا أملك في جيبي مليما واحدا، يعني ما عنديش ركوب، قالت: ولكن توكلت على الله وأن الله في طريقي سيوفر لي ما أنتقل به إلى شأني، والمحطة قريبة من البيت، لا تفصلها المحطة عن البيت ربما 20 أو 30 متر. قالت: ما أن وضعت رجلي خارج البيت إلا وأجد 10,000 مليم ملقاة على الأرض. الثقة في الله،
فمن ربط ثقته بالله رزقه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام ربي. الشرط هو أن توفر التقوى التي أصبحنا نتحسس وجودها في حياتنا، وهذه من علامات الساعة التي سيعز فيها وجود الأتقياء، حتى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا خون فيكم الأمين وأؤتمن فيكم الخائن وصدق فيكم الكاذب وكذب فيكم الصادق؟ حتى أصبح من أحاديث رسول الله قال: إذا مر رجل يشار إليه بالبنان ليقول هذا رجل أمين. لقلة وجود الأمناء على وجه الأرض أصبح الأمين يعز وجوده حتى يشار إليه بأنه أمين. ولذلك كثر الغش والرشوة في المجتمع، وهذه الأخلاق لن تقودنا إلا إلى مقت الله. فلتتقي أمتنا من أجل أن يحفظ الله لها الوجود. ووالله الأئمة يريدون أن يقوموا بدورهم الوظيفي من أجل تحسين الأمة من غضب الله، من أجل تحسين الأمة من مقت الله. وهل هناك خير ممن يقودك إلى مرضات الله؟ وهل هناك خير ممن يرشدك إلى جنة الله؟ وهل هناك من هو أفضل من يكلمك ويذكرك بالله؟ ولكن الغريب أن نسمع بعض الناس لا يريدون تذكرة بالله، لا يريد إلا أن يذكرك بما يغفلك عن الله سبحانه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إيه نعم، اسأل ربي سبحانه حتى على الصبات وكنت ما عندك صبات، اسأل ربي سبحانه حتى على السروال وانت ما عندك سروال. بثقة لا يشوبها ظن ولا ريب في الله، والله سيأتيك الله بمرادك وسيوفر لك الله مرادك، شريطة أن يكون لجوءك إلى الله كله يقين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ونحن نعترف ونبوء بذنوبنا وأننا نخطئ ليلا نهارا، إلا أننا نعول على رب كريم، إلا أننا محمولين برحمة الله، ونسأل الله سبحانه أن يشملنا برحمته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رأوا الحديث حب يوجهنا إلى الله، حتى ولو كنا ملوثين بالمعاصي ربي قابلك، الإنسان لا يقبلك وأنت ملوث بسوء الأخلاق معه، ولكن الله يقبلك وأنت ملوث بنجاسات المعاصي. قالك المهم وجه قلبي إليك واستغفرني أغفر لك. هل هناك من هو أرحم بنا من الله سبحانه؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يريد الله منك أن تقول له: يا الله إني أبوء بذنوبي وأستغفرك فاغفر لي. لا يريد منك الله أن تكون معبودا، وإنما يريد منك أن تكون عبدا منكسرا بين يدي الله، تشعر قلبك بالتذلل بين يدي الله. يا عبادي لو أن أولكم، يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الخير الذي توجه الله به إلينا يعود عليك أيها الإنسان ولا يعود على الله. الله يريد بك من خلال هذا الحديث الخير، والخير لا ينفع الله في شيء، ومعصيتك لن تضر الله في شيء، وإنما الخير يعود عليك بالنفع والمعصية تعود عليك بالضر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو توليش البشرية هذه الكل على تقوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك من هو أتقى من النبي الحبيب؟ فلو كانت القلوب كلها على تقوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. الله هو الغني الغناء المطلق ولا يحتاج إلى مخلوق،
لأنه قيوم بذاته سبحانه، ولكن كل ما سوى الله لا يقوم بذاته وإنما يقوم بالله. كلنا نقوم بالله، فلو ترفع عنا يد العناية لحظة لما بقي لنا وجود. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو كانت القلوب كلها والعياذ بالله كقلب إبليس رغم نقص من ملك ربي حتى شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، لو تقوم البشرية من أولها إلى آخرها إنسها وجنها وكل واحد يسأل ما يشاء ويعظم المسألة كيف ما يشاء، راه ما هوش مش ينقص من ملك ربي حتى شيء. ورب أعطانا مثل دلالة على عدم نقص ملك الله، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالله كتدخل إبرة وتخرجها من البحر رح ينقص البحر. فلو أننا كلنا نسأل الله ويعطينا، إذا فاسألوا الله لأن خزائنه لا تنفد، وتوجهوا إلى الله بقلوب صادقة صافية من أجل أن يعيد إلى الأمة نقاءها وطهرها وصفاءها، وتنعم بالسعادة في الدارين حتى تكون قائدة ورائدة كما كانت أمتنا في السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أفراد أمتنا جميعا من الشذوذ والانحراف، ونسأل الله سبحانه أن يعيد المنحرفين إلى الهداية والرشاد، ونسأل الله سبحانه أن يحول قلب كل منحرف إلى الله سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نسأل الله سبحانه وهو أهل التقوى وأهل المغفرة من أن ينزل كل شفاء ودواء ويرفع كل غلاء وبلاء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لكل من اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجري الخير على أيدينا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا الله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه الأموات يا رب العالمين، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه الأموات يا الله يا كريم. اللهم وسع لنا في قبورنا، اللهم وسع لنا في قبورنا، ونور لنا في قبورنا. اللهم قنا عذاب القبر والنار، وقنا فتنة المسيح الدجال، وقنا فتنة منكر ونكير يا الله يا كريم. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، واسقنا من حوض الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا كم عصينا وسترت، وكم أذنبنا وغفرت، غطيت برداء سترك عيوبنا، ومحوت بيد عفو رحمانيتك ذنوبنا، وكشفت بعظيم لطف إنعامك خطوبنا. فنعم الرب أنت تغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب، فارحم اللهم ضعفنا وابرأ سقمنا، وأدم علينا نعمة المعافاة في الدنيا والآخرة، إنك على ما تشاء قدير. أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، وأنجدنا يا راحم المستضعفين، وأنجدنا يا راحم المستضعفين، وأنجدنا يا راحم المستضعفين، وأعذنا من مكر الماكرين وسطوة الظالمين وكيد الشياطين. وصل اللهم في البدء وفي الختام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بدر التمام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.